محدش مركز في حاجة غير في مباراة المصري بكرة، محدش مركز في حاجة غير في مباراة المصري بعد بكرة. حتى ده الكلام اللي قاله فايلر النهاردة، مباراة المصري أولا وثانيا وثالثا لغاية يوم الجمعة الساعة 9:30. بعد يوم الجمعة الساعة 9:30 هفكر في ماتش الزمالك اللي في السوبر، أو هفكر في اللي عليه الدور يعني. فالموضوع بالنسبة لنا كده داخل النادي الأهلي، الموضوع بيدار، أو داخل مؤسسة النادي الأهلي الموضوع بيدار إن هناك مدير فني هو المسؤول عن الإدارة الفنية داخل الفرقة. ممكن تكون حاجات مش عاجبة حضرتك كجمهور، ممكن تكون حاجات مش عاجباني كمحلل أو كمذيع، ممكن تكون حاجات مش عاجبة ناس معينة، مفيش مشكلة، ولكن اللي بيدير مين؟ المدير الفني للنادي الأهلي. ما بيتبعتلوش يقول له غير فلان وما تغيرش فلان، ما بيتحطلوش تشكيل ويقول له انزل بالتشكيل ده. عمرها ما بتحصل. عمرها ما بتحصل، أنت مسؤول عن اختياراتك، وفي نفس الوقت هناك حاجة اسمها حساب آخر السنة. نصرتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إيه اللي حصل السنة اللي فاتت؟ اتغلب وطلع من البطولة الأفريقية السنة اللي فاتت، وفي نهاية الموسم خد الدوري، بعد آخر مباراة في الدوري وخروجه من الكأس، الناس ربطت إن هو خرج من الكأس فبالتالي النادي الأهلي مشاه، لا. خروجه من الكاس ده معناه ان الموسم انتهى، ان الموسم انتهى خلاص السنه اللي فاتت. فده وقت الحساب داخل النادي الاهلي، ان الموسم انتهى. النادي الاهلي ما بيغيرش في وسط الموسم الا لو ايه اللي حصل، لو حصلت حاجه كبيره يعني تخليه يغير. لكن لاسارتي خد الدوري وبيلعب مباراه في الكاس، لو كان كسبها كان هيكمل لغايه لما يخرج او ياخد البطوله، وبعد كده يتم حسابه. في اخر مباراه في الكاس امام بيراميدز خسر، طلع، فبالتالي الموسم بتاعه انتهى. تم تقييمه، لقوا ان هو لا يعني خسر بطولتين وخد بطوله، وبالتالي تم توجيه الشكر لمارتن لاسارتي. الناس قالت لك اصله مشوه في نص موسم. ايه اللي مشوه فيه؟ نص موسم ايه اللي مشوه فيه وعملوه؟ النادي الاهلي ممكن يعني مفيش مشكله، لانه في حاجات بتبقى خارجه عن ارادتك بكتير. هنا بيتدخل الحس الاداري والحس الفني اللي موجود في المشرف على الكره كابتن خطيب وعلى لجنه التخطيط. لكن اللي بيحصل في الانديه او في انديه تانية ما بيبقاش عندنا، ما بيحصلش. الفتره اللي فاتت تحديدا الفريق ماشي بشكل جيد في الدوري وفي البطوله الافريقيه. البعض كان بيصور للناس ان الفرقه ماشي، الاداء مش هو نفس اداء الدوري، والراجل وضح الموضوع ده، مستر فايلر وضح الموضوع ده بشكل ممتاز الحقيقه وبمنتهى الصراحه. بيعجبني جدا انا فايلر في تعليقاته. مستر فايلر قال ايه؟ قال لك يا جماعه انا المنافس بتاعي في الدوري المصري منافس محلي، لكن انا بلعب ابطال البلاد اللي انا في البطوله الافريقيه، ابطال الدوري في البطوله الافريقيه. اقوى فريق في كل بلد، وبالتالي شكل الاداء بيبقى متغير، ده طبيعي. لكن انت لو حسبت نتائج النادي الاهلي، النادي الاهلي اتغلب ماتش، كسب 3، اتعادل مباراتين،